ابونا محمد يسلم. الحمد لله والشكر لله، ما بغيتش المرض ديال اللي يعني اللي بغيت نتدب، وعارفه راسي بغيت نتدب وبيتدب حتى هو، لان الحاله ديالو صراحه الله دابا هي مستقره، ولكن الا فات ترجع المرض ترجع خطير، يعني الا ما كانتش عمليه الزرع الموت. الحمد لله والشكر لله على كل حال. اسلام محمد اسلام كان واحد النهار كيلعب مع الوليدات الصغار بحالو بحال الوليدات، جا عندي ماما راه كيضروني رجليا. فانا قلت ليك ما هي البروده، ياك ما غيضربك شي حد ياك ما، قال لي حتى حد ما ضربني حتى شي حد ما قاسني ماما، انا راه كنحس بصداع، عنده صداع لمده يومين، وانا كان بات كان ندير ليه هكا. مشيت لمحمد السادس داروا قالوا لي خصنا نديروا ليه واحد التحليله، داروا ليه التحليله الاولانيه، خرجوا الكريات البيضاء كلاو ليه الحمرين في التحليله، قالوا لي خصنا نعاودوا ليه حيت هو ملي شكوا قالوا لي خصنا نعاودوا ليه التحليله تفقر الدم، عاودوها لي خرجوا ثاني نفس التحليله خرجت، قالوا لي نكتبوا لك برا، حنا راه شاكين ليه في السرطان، كتبوا لك برا باش ديري ليه تحليله، التحليله الكبيره يعني تاع الظهر. مش صيفطوني ليكولوجي وامراض الدم. فعلا مشى محمد اسلام قديت لي ورقاتو، دخلوه داروا ليه التحليله، هزوا ليه واحد الماء من الظهر، هزوا ليه واحد التحليله اخرى الدم، شافوا لقاو ما بانت لهم في التحليله والو، مشات لفرنسا وجات ما بان لهم فيها والو. قال لي واحد الدكتور ام اسلام راه الحمد لله اسلام راه ما كاين، قال لي واحد البروف ما باش نذكر الاسم ديالو، قال لي شوفي اختي لمياء، قال لي خصك قال لك تعاودي لنا التحليله باش ما نلقاوش صعوبه، حيت واحد السيد كان وقع ليه نفس المشكل تاع ولدك، قعد واحد شهرين ثلاث شهور رجع ليه المرض، رجع ليه صعيب، رجع ليه الدرجه يعني. المهم عاودت لهم التحليله قال لي راه عنده السرطان، قال لك في الاول ما بانش لينا ولكن ملي درنا التحليله راه بان لينا، والحمد لله والشكر لله بكيت وتقبلتها. علاش تقبلتها؟ حيت الابن ديالي اللي فيه السرطان تقبلها بواحد الشكل بحال شي واحد كبير، قال لي انا راه ماما راه ماشي شي حد اللي عطاني هذا المرض، راه الله اللي عطى ليا يعني، وما يوقفوا لي الاطباء. قال لي زعما ما عندي ما نتسالو، حنا ما شفنا تعينا في هذا المهنه ما عمرنا شفنا بحال هذا الوليد، يعني شو كيواسيك انت اللي كبر منه زعما عندك العقل؟ قال لي شوفي يا ماما انا الله اللي عطى ليا ما عطاش ليا زعما بنادم، حمد ربي وشكرته. قلت ليه مزيان وليدي، مني قال لي هكاك، وقال لي الدكتور نوضي، قال لي جمعي راسك اختي لمياء، نوضي جمعي راسك، وراه وليدك راه محتاج ليك، يعني خصك تكوني قويه، خصك توقفي معاه قدما وساق. وصافي داكشي اللي درت، بكيت، طرقت الابواب، طلبت الناس، لدرجه انني وليت تنوقف تنطلب الناس، رغم انني في قبل ما يمرض ليا ولدي الا كانت خاصني شي حاجه ما كان رضاش بهذا المفهوم، ولكن ولدي طيحني في شحال من حاجه، قالوا عليا الناس نصابه، قالوا ليا انني كنطلب بولدي رغم انني انا ما كنطلبش بولدي، ولدي مريض والهلي عطى الواحد هذا المرض هذا، لانني مده عامين هادي وانا تنعيش هذا المرض معاه وتنتالم، وقالوا لي كلي مقابل المريض راه هو اللي مريض، انا كنتالم والابن ديالي باقي صغير، باقي في طور ريان الشباب ديالو وباقي صغير، ما عرفش شحال من حاجه، هو مسكين باغي يلعب ما عرف لا مرض لا والو. والحمد لله والشكر لله، انا كنناشد اخوان المحسنين والمحسنات يتعاونوا ليا مع ولدي، الله يجازيهم بخير ويكثر خيرهم، لانه محتاج ليهم ومحتاج ليهم بزاف. هو صراحه لاموك بالقريه ديالو عادي بحال ما مريض، يعني تيتعامل مع الدراري عادي في القسم، ماشي من داك النوع اللي مريض وتيتهرب من الدراري ولا الدراري كيتهربوا منه، لا كيتعاملوا معاه عادي. والحمد لله والشكر لله، هو مسكين عنده واحد الرغبه في القرايه ولكن باقي ما شاد والو بحكم ان عامين ما قراش، يعني راه عامين ضاعت ليهم حياته، والحمد لله والشكر لله خصو غير يصح هادشي كله عاد يبقى غير تعاويد، حمدنا ربي وشكرناه. ومحمد اسلام راه كنناشد الاخوان يتعاونوا معايا في الدواء ويتعاونوا معايا في التحاليل، لان محمد اسلام الا ما خداش الدواء ديالو راه ممكن يرجع ليه المرض، وانا ما بغيتش محمد اسلام يرجع ليه المرض، لانك شفت وليدات تعذبوا معاهم مواتهم، عاودوا معاهم من الاول، يعني هاد العامين كلها عتمشي ليا غير سود كما تيقولوا. وانا تنشوف بنيات وليدات رجع لهم المرض ما بقاوش ماتوا، وداك الشيء تاع الله سبحانه الا هو، وانا محمد اسلام الحمد لله والشكر لله ما بغيتش المرض ديال اللي بغيت نتدب، وعارفه راسي بغيت نتدب وبيتدب حتى هو.
لان الحاله ديالو صراحه الله دابا هي مستقره، ولكن الا فات ترجع المرض ترجع خطير، يعني الا ما كانتش عمليه الزرع الموت. والحمد لله والشكر لله على كل حال. كنشد الاخوان المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو يتعاطفوا مع محمد اسلام لانه محتاج ليهم، واسلام ماشي ولدي راه ولد المغاربه كلهم. الله يجازيهم بخير ويكثر خيرهم، يتعاونوا مع محمد اسلام راه محتاج ليهم. اي واحد خدم شي خدمه الله يعمل سيد ربي يكمل عليه كمالات الخير، واللي دار شي حاجه راه الله كاين. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك اخويا، وانا كنطلب من الجمعيات يجمعوا راسهم مع هاد الوليدات لانهم محتاجين ليهم، ومحتاجين ليهم وبزاف، وبالخصوص مرضى السرطان لانه مرض خبيث.